شوفوا شو رح نعمل. رح نيجي ناخذ هون مثلا، خلينا نقول انه هذا incoming floor، incoming traffic، incoming traffic only. فعندي I C يساوي 100%. G هذا entrance exit floor، وهذول كلهم occupant floors. ولا نعملها زي طريقة التو دايمنشن، لو خلص نعمل الحالة العامة رح تصفر معنا. فاهمين علي شو قصدي؟ بصير نعملها هيك، بصير نعملها هيك. خلينا ناخذ الحالة البسيطة هون، بعدين ناخذ عمارة معقدة أكثر فيها incoming و outgoing و interfloor. بالحالة هاي عندي الباسنجر رح يبدأ، كل الأوريجنز تبعت الباسنجرز رح تكون من جراوند، ورح يروحها واحد من هذول الثلاثة. خلينا نحط البوبيليشن، خلينا أفترض إنه عندي اليو التوتال بوبيليشن 1000، وإنه عندي هون 1 2 3 4 5، لو كانوا متساويين رح يكونوا 200، فخلينا أفترض إنه عندي هون 300، ضل عندي 400، رح آخذ هون مثلا 150 وبضل 100. اوكي هيك مجموعهم صار 1000، بس ان ايكوال فلور بوبيليشن. ما راح احسب هون اتش واس، راح نصير ناخذ سيناريو سيناريو. فالان صار عندي البي دي اف، لو بدي ارسم البي دي اف لهي العماره، بس البي دي اف هذا وان دايمنشنال بي دي اف، لانه كلهم عندي جايين من هون ورايحين على الطوابق هذول. راح يكون عندي هذا بوينت 3 اللي هو الطابق الاول L1، راح يكون هذا بوينت 3 L2، راح يكون بوينت 3 L3، راح يكون بوينت 15 L4، راح يكون بوينت 15، واخر شيء L5 راح يكون بوينت 1. لو بدي احول الان هذا لسي دي اف شو راح يصير عندي؟ نعمل هون تيبل، راح اعمل تيبل هون لاكس، للراندوم فاليو اكس، للديستنيشن. فالديستنيشن ممكن تكون L1، ممكن تكون L2، ممكن تكون L3، ممكن تكون L4، ممكن تكون L5. ليش مش ممكن تكون G destination؟ لأنه incoming traffic 100%. كم فإحنا أخذنا هون حالة خاصة. هلا X إذا كانت بين إيش وإيش، هاي X هون random variable، إذا كانت X بين 0.3 نحطها مثلا هون، هاي أكبر من أو تساوي 0 وأقل من 0.3، X أقل من أو تساوي 0.3 وأقل من قديش؟ 0.6. بعدين x اكبر من او تساوي 0.6 واقل من قديش؟ 0.75. بعدين عندي x اكبر من او تساوي 0.75 واقل من 0.9، واخر شيء x اكبر من او تساوي 0.9 واقل من او تساوي 1. وصار هلا بامكاني اعمل راندوم سامبلينج، ولو هذا جمعناه من هون راح يطلع درج زي هيك، مزبوط؟ راح ارسمه وبعدين امحيه، راح يطلع عندي 1 2 3 4 5، وعندي هي L1 L2 L3 L4 L5، فراح يكون عندي هذا راح يطلع من هون لبوينت 3، بعدين هون راح يطلع لبوينت 6، بعدين راح يطلع هون لبوينت 75، هي بوينت 8، هي بوينت 75، بعدين راح يطلع من هون لبوينت 9، هون راح يطلع له اوكي. وهي L1 هي L2، هذا هون PDF وهذا CDF، L3 L4 L5، وهذا من هون راح يكون عندي من 0 ل 1. فبصير انا اعمل جنريشن لراندوم فاريبلز، لراندوم فاريبلز من 0 ل 1، بعملهم بروجكشن هون اسقاط، بضربوا بهاي النقطه وبنزلوا بختار واحد من هذول. خلينا ناخذ كم باسنجر، خلينا نفترض انه عندي بي بتساوي 6، لازم نلتزم بال 6، فبدي اعمل جنريشن ل 6 باسنجرز، الاوريجنز تبعتهم كلهم جراوند فلور، بدهم يروحوا على واحد من السته هذول، الخمسه هذول، مش هيك؟ ناخذ راندوم نمبرز، اعطوني الان راندوم نمبرز. رح ناخذ راند، ايوه قديش؟ 0.071 كمان؟ 0.839 0.72 ايش بعد 7؟ 0 ولا من عقلك طلعتها انت؟ من عقلك؟ ما بصير من عقلك، لانك اذا ضليت تطلعها من عقلك راح تكون بايست. اوكي كمان واحد 0.593 1 2 3 4 5 6، هي احنا جاهزين. شو بنعمل بكل واحد من هذول الان؟
بندخله على التابل 0.071 وين بيجي؟ L1 من هاي destination للباسنجر الأول. بعدين 0.839 رح تيجي L4 مش هيك؟ بعدين عندي 0.339 L2 0.252 L1 0.77 L4 وآخر إشي 0.593 رح تكون L2 كمان. إذن هاي صارت عندي هون الـ destinations، هاي صارت عندي جيرني كاملة. انتبهوا لازم نسكر الجيرني بالآخر. فالجيرني الآن راح تكون، راح أبدأ الآن من ground مش هيك؟ راح أروح من ground على L1. في عندي two passengers رايحين على L1. إذن هون راح أحط سهم تنين، طالعين تنين. بعدين من L1 راح نروح على L2، لسه L2 بالأول. وطالع عندي كمان تنين. بعدين راح نروح على L4 وL4 عندي كمان تنين. ما تستغرب تقول هاي غريبة الأرقام، ما تبدك تعيدها عشرات الآلاف من المرات، ملايين المرات، فمرات راح تكون غريبة شوي بس بالنهاية راح تطلع الرقم الصحيح. هلا ما بصير أوقف على L4، وين لازم أعمل؟ لازم أرجع لG ولازم أرجع لنفس البوزيشن اللي كنت فيه. إذا بديت والبواب فاتحة بدي أرد أفتح البواب مرة تانية عشان أجهزهم للرحلة اللي بعدها. إذا 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 بديت والبواب مسكرة برجع بوصل لحد ما أوصل. إذا هاي ضرورية الجيرني، في ظاهريا بتبينها مش ضرورية بس هي ضرورية حتى تكتمل الراوند تريب. مظبوط. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحسب الزمن اللي أخذته هاي الجيرني. شو مكونة هاي الجيرني من إيش؟ رح تكون مكونة، خليني أفترض إنه أنا بديت والباب مسكرة. إذا start with doors close. أول شيء رح يصير عندي رح يفتح الباب. إذا عندي هون TDO، ما حطيناش إحنا TDO، خلينا نحط هون TDO بتساوي 2 seconds، TDC 3 seconds، TPN بتساوي TPOut بتساوي 1.2 seconds، وإيش ضل عندي؟ بس فيش شيء تاني. مظبوط. طيب نفتح الباب، إيش بكون عندي؟ إذا هلا راح أحطها تاو. ليش حطيتها تاو مش RTT؟ لانها فاريبل، راندوم فاريبل، راح تصير تاخذ قيم مختلفه كل مره. بعدين لما باخذ الافرج تبع كل التاو، واذا بدك سميها تاو 1 يعني اول سيناريو، راح يكون في ان عدد الترايلز، عدد الترايلز راح يكون ان نسميه سمول ان. اوكي، اذا هاي راح تساوي عندي بدي 2 سكند افتح الباب. بعد ما فتحت الباب ايش راح يصير؟ كم واحد راح يدخل عندي؟ 6 مش هيك؟ مضروبين في تي بي ان 1.2 في 6 7.2 seconds. بعدين ايش راح يعمل؟ راح يسكر الباب. هي 3 seconds. بعدين راح ننتقل من وين لوين؟ من ground ل، اذا من 1 ل 2، من 1 ل 2 5.725 زائد ايش راح يعمل؟ راح يرد يفتح الباب. راح يطلع كم واحد؟ 2 2.4. راح يسكر الباب. بعدين راح ننتقل من وين؟ من L1 ل L2، يعني اللي هو من 2 ل 3 بهذا الترقيم، من 2 ل 3، هي 2 وهي 3 اللي هي 5.41. راح يفتح الباب، راح يطلعوا 2 كمان، راح يسكر الباب. راح انتقل بعدين من 2 ل 4 اللي هي يعني من 3 ل 5 هون، هي 3 وهي 5 7.29 زائد راح يفتح الباب، راح يطلعوا كمان 2 راح يسكر الباب. بعدين من وين لوين راح اروح؟ من 4 اللي هي هون 5 الى 1 مش هيك؟ دي 13.23. بعدين لازم ارجع لنفس الفيز اللي كنته. ايش الفيز اللي بديت فيه؟ كان باب مسكر مش هيك؟ اذا بتركه مسكر. اوكي، لو بديت الباب كان مفتوح بتكونش 2 هون، وين بدي احطها هاي؟ بدي احطها هون. لاحظوا كيف سكرنا اللوب؟ لازم تكون لوب مسكرة، ونفس الشيء حتى بالجنرال ترافيك لازم تكون لوب مسكرة. قديش هذا الرقم بيطلع؟ 62.055. تأكدوا منه حتى تاني يتأكد من الرقم. مظبوط.
لازم حد يعمل لك فيريفيكيشن. تأكد مرة ثانية. مظبوط. صح. اوكي بعدين شو بعمل؟ بعيد هذا بالبرنامج عدد من الايتريشنز محدده بسمول ان، سمول ان ممكن تكون مليون، مليونين، 3 ملايين. كل مره باخذ الرقم هذا وبجمعه بقسم بدي نقسم على عددهم، مش هيك؟ نقسم على عددهم بعطيني الراوند تريب تايم الصحيح. ما استعملنا معادله اتش ولا استعملنا معادله اس، بس ايش استفدنا؟ استفدنا من قوه البروسيسنج باور تبعت البي سي او اللاب.